السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله. الثاني من المحرم، رسالة الحسين عليه السلام لأهل الكوفة. في هذا اليوم بعث الحسين عليه السلام قيس بن مسهر الصيداوي برسالة إلى أعيان الكوفة، فوقع بيد الشرطة فأخذوه، وبعد نيله من يزيد وابن زياد في خطبته نال الشهادة. ولما بلغ الحسين عليه السلام قتل قيس رحمه الله استعبر باكيا ثم قال: اللهم اجعل لنا ولشيعتنا عندك منزلا كريما، واجمع بيننا وبينهم في مستقر من رحمتك، إنك على كل شيء قدير. السلام عليك يا أبا عبد الله.